انك تروح وتشوف المكان وتعمل معايشه له وتشوف احسن ظروف لتوقيت التصوير المناسب عشان المكان يطلع باحسن شكل ممكن. ده دراسات كلها لازم تتعمل قبل التصوير ويشتغل عليها فريق العمل ويشتغل عليها المعاهد الفنيه المتخصصه في الدراسات السينمائيه. يعني انا لو سالت حضرتك سؤال او سؤال موجه لاساتذه معهد السينما والكليات الفنيه اميز مكان يتعمل منه لونج شوت لاهرامات الجيزه الثلاثه فين بالظبط؟ هل حد عمل بحث ودراسه لهذا المكان اللي ممكن اصور فيه منه الاهرامات الثلاثه في افضل شكل؟ المساحات والفراغات بين الثلاث اهرامات متساويه وكل منهم يبدو بحجمه الطبيعي. يعني احد الزملاء قبل كده قال لي من منطقه صحارى سيتي وقال لي وقتها بنوع من المزاح ما احنا صورنا هناك معاك من المكان ده. فقلت له دي مش حقيقه، المكان ده بيبدو منه الهرم الاوسط في نفس حجم الهرم الاكبر لانه اقرب لموقع التصوير. فلازم التصوير يبقى من الشرق عشان الهرم الاكبر يبقى باين هو فعلا. بس انا عايزه دراسه يعني حجمه. يعني فعلا احنا في بعض المواقع في مصر بنشوف منها الهرم الاوسط تقريبا قد الهرم الاكبر. ده نتيجه اختيار زاويه التصوير. لان اكيد في زاويه هتشوفي فيها الثلاثه باحجامهم الحقيقيه. طب دكتور محسن، يعني كتير من الافلام الخاصه بالتحديد بمساله الحضاره المصريه القديمه بيلجأ أصحابها من الأجانب يعني من غير المصريين إلى تصويرها أحيانا خارج مصر، وطبعا بيقوموا بعمل ديكورات تشبه تلك الأثار. أنت يعني مع التواجد كمصور في تلك الأثار، وهل هذا يعني ينصرف فقط على المصريين، ولا إيه وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ أنا شايف أن ربنا سبحانه وتعالى إدانا بلد يمتلك الكثير من المميزات ومنها حضارة مصر وآثار مصر العظيمة. علينا أن احنا نجتهد أن احنا ما نصعبش الأمر على اللي عايز يصور هنا، لأن ده هيبقى دخل للبلد. يعني أنا لا ما أعتقد أن في بلد عربي شقيق ربنا يكون في عونه بعد الزلزال اللي حصل فيه. أيوه. المغرب الشقيق. المغرب أيوه. عنده منطقة للتصوير اسمها ورزازات بتحقق دخل للمغرب بالمليارات سنويا من الافلام الاجنبيه اللي جايه تتصور في جو الصحراء. واحنا الصحاري عندنا في مصر جميله وشديده التميز، يكفي واحد سيوه وجمال العيون المائيه اللي موجوده في سيوه. صحيح. عندنا اماكن تصوير جميله جدا، ولكن عندنا صعوبات ومعوقات كتيره قوي وشبه عدم ترحيب، فالناس بتهرب. يعني اي حد عايز يشتغل هيدور على مين يديله تسهيلات اكتر عشان يشتغل عنده. علينا ان احنا نمنح التسهيلات عشان التواجد والتصوير في الاماكن بتاعتنا هي خير دعايه للسياحه عندنا في مصر.